السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون أستهلها بالعنوي. مصادر إعلامية تقول إن الرئيس الموريتاني سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء للحديث حول موضوع التعديل الدستوري. نشاطات مختلفة في العاصمة نواكشوط تقليدا لأسبوع الفرنكفونية واللغة الفرنسية بمشاركة عشرات الكتاب والدبلوماسيين والباحثين. ودادية أساتذة التعليم العالي تعقد مؤتمرها الأول بنواكشوط وتبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجه التعليم العالي في البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت مصادر إخبارية أن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الرئاسي ليلة الأربعاء 10 مساء. وأكدت المصادر أن المؤتمر الصحفي سيسلط الضوء على الحدث الأخير المتعلق بتصويت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مشروع القانون المعدل للدستور بعد المصادقة عليه من طرف أغلب نواب الجمعية الوطنية. تقدمت السلطات البنينية بمشروع قانون لتعديل الدستور يوليو 1990 يقلص ماموريات الرئيس إلى واحدة من 6 سنوات، كما ينص على أن الرئيس والحكومة يصبحان غير شرعيين حينما تثبت إدانتهما. ويمنح مشروع القانون الجديد المعدل للدستور نواب البرلمان مأمورية من 6 سنوات قابلة للتجديد. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير. السلطات البنينية تتقدم بمشروع لتعديل دستور 11 يوليو عام 1990 أمام دورة برلمانية استثنائية بالعاصمة بورتو لانوفو. وينص مشروع الدستور المقدم أمام البرلمان على منح رئيس البلاد مأمورية رئاسية واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، عكس مأمورية البرلمانيين المتساوية معها في السنوات لكنها قابلة للتجديد. كما تنص إحدى مواد الدستور على أن الرئيس وحكومته يسقطان بعد ثبوت إدانتهما حيث يفقدان الشرعية. وتقول السلطات إنها تسعى من خلال المشروع الدستوري إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وخلق فضاء للتناوب السلمي على السلطة، وأنه حينما يتم التصويت على مشروع القانون فإن رئيس البلاد الحالي باتريس تالون سيغادر السلطة بعد انتهاء 6 سنوات. غير أن المعارضة تنظر إلى المشروع الدستوري بعين من الشك رغم موافقتها على تقليص الفترة الرئاسية للرئيس إلى مأمورية واحدة. وكان الرئيس البنيني باتريس تالون قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها البلاد شهر مارس من عام 2016 في الجولة الثانية من الاقتراع، حيث نافس رئيس الوزراء السابق ليونيل زينسو. وستنتهي مأمورية تالون إذا ما صودق على مشروع القانون المعدل للدستور في البلاد عام 2022. يعيد رجل الأعمال تالون حامل الشهادة الجامعية في مجال الرياضيات بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ألغى قبل أشهر تأشيرة دخول بلاده عن 30 دولة إفريقية بهدف توطيد العلاقات مع بلدان القارة وتسهيل الاستثمار في بلاده. احتفت الجمعية الموريتانية للفرنكفونية في نواكشوط بالنسخة 22 من أسبوع اللغة الفرنسية بمشاركة عشرات الأدباء والدبلوماسيين والأساتذة الجامعيين. وخلدت الجمعية ذكرى أسبوع اللغة الفرنسية تحت شعار الرقمية في مفردات المعلوماتية، وسط دعوات إلى تطوير مستوى حضور اللغة الفرنسية في موريتانيا. نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين ندوة في نواكشوط حول مكانة الصحافة الفرنكفونية في الإعلام الموريتاني، شارك فيها عدد من الكتاب والإعلاميين. وبحثت الندوة واقع وتحديات الصحافة الفرنكفونية في موريتانيا ومكانتها بالإعلام الموريتاني مقارنة بالصحافة العربية. أعتقد أن بواكر الإعلام وكتابه الذين أناروا الطريق في حقب كانت مظلمة هم بالفعل كتاب فرنكفونيين، وأذكر منهم
حبيب محفوظ عليه رحمة الله وهمدي وغيرهم من الكتاب. إذن الإعلام أو الإعلام الفرنسي أو الصحافة الفرنسية كان لها الدور الكبير والبارز في بناء اللبنات الأولى للإعلام الموريتاني، وواقعها لا يختلف كثيرا عن واقع الصحافة العربية. هناك الكثير من النواقص نحن غير راضون عنها، لكن هناك الكثير من الإيجابيات وكثير من التحسن، خاصة على المستوى التشريعي وعلى مستوى الحريات العامة. هذا يجب أن نفخر به ونعلم أننا مسؤولون عنه، وأننا مسؤولون عن صيانته والمحافظة عليه، وأن نسعى جادين إلى تغيير واقعنا، لأن الصحافة أو الصحفي هو من يصنع واقعه. عقدت ودادية أساتذة التعليم العالي في موريتانيا مؤتمرها الأول بنواكشوط وسط مشاركة عشرات الأساتذة الجامعيين من منتسبيها. وأبرز المؤتمر الجهود التي بذلت الودادية منذ تأسيسها والتحديات التي تواجه أساتذة التعليم العالي في البلاد اليوم. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. انعقد المؤتمر الأول لودادية أساتذة التعليم العالي في موريتانيا بمشاركة عشرات الأساتذة الجامعيين وعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي. هذه الهيئة التي تأسست سنة 2010 من أجل خدمة أستاذ التعليم العالي والسعي للحصول على سكن مناسب وتأمين صحي مريح، إضافة إلى خدمة المتقاعدين والتدخل في حالات المرض والوفاة. تأسست هذه الودادية على أساس توافقي بين مختلف نقابات التعليم العالي، ونحن اليوم نعقد مؤتمرها الأول مصممين على روح الوفاق والتوافق. وتحدث رئيس الودادية عن الجهود التي بذلتها الودادية التي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 400 أستاذ. لقد استطاعت الودادية خلال مسارها توحيد الأساتذة حول مشروعها، وهو ما تجسد في عدد المنتسبين لها البالغ عددهم 420 أستاذا، وهو ما يمثل نسبة تقارب 60% من مجموع أساتذة التعليم العالي. وقد سمح انتساب هذا العدد للودادية بالحصول على مورد مالي هام اعتمدت عليه في كل أنشطتها التي قامت بها، بما فيها تنظيم هذا المؤتمر. وتعتبر الودادية بحسب الحاضرين إطارا جامعيا لأساتذة التعليم العالي بعد أن فرقتهم الانتماءات النقابية للاطلاع بأبرز مشاكل أساتذة التعليم العالي. استطاعت الودادية توحيد أساتذة التعليم العالي حول مشروعها الاجتماعي وخلق وتدعيم صلات الثقة والاحترام المتبادل مع كل الشركاء، كما قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق مشروع السكن الخاص بأساتذة التعليم العالي باعتباره إحدى أولوياتها. وشهدت الفترة الماضية حراكا لأساتذة التعليم العالي في موريتانيا للمطالبة بتنفيذ اتفاق 2009 مع الحكومة، ورفضا لحرمانهم من زيادة رواتب الموظفين العموميين التي تم إقرارها عام 2015، إضافة إلى اعتراض الأساتذة على التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم العالي والتي يعتبرونها تمس الحريات النقابية وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت لهم خلال الفترة الماضية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أثارت استقالة الأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة جدلا عريضا بشأن الضغوط الممارسة على الهيئة الأممية للتأثير على قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصا بعدما كشفت الأمينة التنفيذية باللجنة الدولية عن طلب الأمين العام شخصيا منها سحب تقرير يدين دولة الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري الأبرتايد. نتابع. في انحياز محصحص إلى الإنسانية، أشهر رأس المنصة الأممية في وجهه بطاقة طلب سحب صفراء كلون شمس الحق المضاع، أتبعها بطاقة قبول استقالة حمراء كلون الدم المراق.
هكذا استفرغت أمانة الأمم المتحدة قرارها الرسمي بعدما رفضت ريما خلف الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا سحب تقرير كانت قد أعدته لجنتها تحت عنوان ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري في توثيق يعتمد الاستقصاء العلمي ويبني على قواطع الأدلة مدينا دولة الاحتلال باعتماد نظام الأبرتايد القائم على تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وقمعه حيثما ثقف علاوة على تنديده بما سماه الهندسة الديمغرافية التي تجنس المستوطن اليهودي وتبطل وثائق الملكية الثبوتية بيد المالك الفلسطيني. تقديم الاستقالة كان أقرب خيارين ثانيهما سحب التقرير بمقتضى طلب الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا وفق تصريح ريما خلف. ريما التي كانت المفارقة مع الاحتفاظ بشرف الموقف أحب إليها من التمادي على غير وحي الضمير جعلت بساط عرض تفاصيل انسحابها اللافت سياق مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة اللبنانية به عززت مخرج المؤتمر الصحفي الذي استعرضت فيه تقرير الإسكوا التاريخي الذي تبرأ منه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قائلا إن التقرير لا يعكس آراء الأمين العام وما ورد فيه إنما يعكس فقط آراء هؤلاء الذين قاموا بكتابته ونحن نعرفهم. مؤتمر شرح أبعاد الاستقالة أودعته ريما تفاصيل الرسالة التي أبرقت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكان مما ساقته في هذا المجال قولها في فترة لا تتجاوز الشهرين وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا لا لشوائب تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون بل بسبب الضغوط السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عموما. إنني أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري أبرتايد يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى. إنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقا أسمى من أخلاقك أو نظرا أبعد من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا في هذه المنطقة شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظاهرهم بالوسائل السلمية. أستقيل ببساطة لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها وتجاه الأمم المتحدة وتجاه نفسي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر. أسلوب هو من حيث الشكل درس في علم ضبط النفس الدبلوماسي ومن حيث الوقع أدب لفظي في حده الفرق بين أخذ العزة بالإثم وخفض جناح التقدير من المسؤولية على أن بين سطور منطوقه من التلميح ما يغني بليغه عن التجريح. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. مصادر إعلامية تقول إن الرئيس الموريتاني سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء للحديث حول موضوع التعديل الدستوري. نشاطات مختلفة في العاصمة نواكشوط تخليدا لأسبوع الفرنكفونية واللغة الفرنسية بمشاركة عشرات الكتاب والدبلوماسيين والباحثين. إعدادية أساتذة التعليم العالي تعقد مؤتمرها الأول بنواكشوط وتبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجه التعليم العالي في البلاد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة في القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.